انت كان محتج يعني خطاب الكراهيه، ترى وريني شو مدالي اهل برقه الاحرار هؤلاء اللي احنا كنا مقصرين معاهم صراحه ونعتذروا لهم الان، يعني اعتذار صريح لكل اهلنا في برقه المهجرين يجي 200,000 ولا درنا لهم اي حاجه ولا اي، كل كذب ومكياجات ودفنقي زايد. ترى اقول لي شدرت لي عرب برقه المهجرين 200,000 مسويينهم والله ابنائهم والله تعرف كيف يعالجوا، انت تعرف وين ساكنين، تعرف كيف ياكلوا ويشربوا، تعرف وراكم كيف صار فيها واجراءاتهم الاداريه اللي هي ما تحتاج حتى كاش، تعرف كيف لما بيزوجوا بنويتهم وكذا وراكم اللي قاعده حاصله غادي وهم قاعدين كذا كيف مش يوقفوا عمليه الزواج، عندك علم كيف يعانوا الناس هذه، عندك علم كيف اللي فقدوا وظائفهم وكيف بتدير المعادله وش كان يشتغل وكيف بترد لي عمل تحصل له واسطه من هنا وهنا ويردوا لي عمل ناس محترمه كلها متعلمه وشهادات وكذا، عندكم علم من السيد الرئيس وانت نازل والمستشارين والدوله وكذا في ليبيا، عندكم علم بالناس هادو 200,000 ليبي، عندكم علم في اللي يموت من القهر ما ميت غادي ارضه ورزقه وكله طول عمره في بنغازي موجود، في عائلات شوارع بتسمي عليها بنغازي ماتوا في تراب بس من الحسره، عندك علم بصغارهم في الجبهات شن صاير فيهم ولا تطرد فيهم وتطب فيهم وتعتقل فيهم وتسلم في اسمائهم، والله مطب يا خطاب الكراهيه هنا احون صراحه بتجي تودي المواطن، هذا اذا كان انت صادق في الوحده الوطنيه، هذا اذا انت صادق وتعرف ان في ناس غادي اسمهم برقعه.